القائمة تخوف، لأنه على بالك علاش نقول لك القائمة هذه راهي تخوف؟ لأنه جمال بالماضي لما يختار قائمة يختارها من قلب، من القلب ديالو يختارها، يبذل مجهودات وتحسوا باللي خرجها من قلبه، ما يخيرش هكذا فقط. وبالتالي عندنا احنا هنا مطمئنين بشتي اللي جابوا، يعني كما يقولوا دار ديكوفيرت، يعني الاكتشاف تاع كأس العرب، بنعي شتي الياس شتي، يعني ك فيما يلعب في مكان رومبلاسون تاع بن سبعيني، لانه هذوما اللي جابهم كشغل ديال رومبلاسون، ماشي كيما نقولوا الاساسيين، معروفه القائمه الاساسيه. الروح القتاليه تاع بن دبكه هي اللي خلات بالماضي يجدد فيه الثقه، لانه نشبهوا لواحد اللاعب استرجاعي في الارتكاز، لاعب قديورة اللي راهو دوكا ماهوش كيما نقولوا معنا كاس افريقيا، معروفه بالاندفاع البدني. من ناحيه الاستعداد الجاهزيه، كأس العرب، برزو، الدودي تيتر، كذا ما يقدرش ما يستدعيهمش. على الأقل الأدوار الأولى لكأس إفريقيا. عندك من جانب الآخر توظيف اللاعبين، بالماضي يعرف من يحتاج ومن لا يحتاج. دوك أنا تقول لي لاعب كيما بوداوي، بوداوي أصلاً في النادي ديالو ما راهوش يعجبه بالماضي، لأنه راهو يلعب كجناح.